السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط تم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقد والمديرية العامة للأمن الوطني تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. موضوع هذه الاتفاقية هي تتضمن مجموعة من البنود في اتجاه تبادل الخبرات، تبادل المعرفة القانونية، تبادل الإصدارات، وكذلك اعتبار لذلك فقد وفرت محكمة النقد اجتهادها أو عملها القضائي في خدمة يعني العنصر البشري لمديرية العامة للأمن. الاتفاقية الإطار التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، تهدف إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، خاصة في مجال تدبير المنازعات الإدارية. تأتي اتفاقية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقد في إطار ترجمة تفاعل المشترك بين المؤسستين، والذي تمليه تقاطعات بين اختصاصات كل من المديرية العامة باعتبارها مؤسسة مكلفة بإنفاذ القانون، وكذا محكمة النقد باعتبارها جهة قضائية مختصة بالنظر في مدى التطبيق السليم للقانون. ومن شأن هذه الاتفاقية بين المؤسستين ضمان تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، إضافة إلى ترسيخ الحكامة في المرفق العام.